بقول لك عندي سؤال، هو احنا في الفرنسي بنقول سام ديمونج ولا سام جات؟ يعني انا احيانا بسمع ديت واحيانا بسمع ديت. يعني مثلا دلوقتي انا افترض مثلا دلوقتي انا في حاجه قرصتني، فانا عاوز اقول ان مثلا دلوقتي هنا عندي اكلان او عندي حكه او الكلام ده كله، تمام؟ فانا هقول سام ديمونج ولا سام جات. انا بصراحه بسمع الاثنين بس مش عارف استخدمه بالظبط. بص يا سيدي، احنا فعل غاتي احنا بنستخدم الفعل ده لما يحصل لنا ديمونجيزون. وصلت؟ يبقى انا دلوقتي ما ينفعش اقول لك هنا مثلا سام غات لما في حاجه مثلا تاكلني او انا اتقرصت من حاجه والكلام ده كله، فانا اقول لك مثلا سام غات. انا المفروض اصلا اقول هنا سام ديمونج. سام ديمونج يعني في حاجه بتوجعني، في حاجه قرصاني، في عندي حكه، عندي ما اعرفش ايه الكلام ده كله، خلاص؟ فانا بقول لك سام ديمونج، هو ده اللي لازم انا اقوله في الحدث ده. طيب ايه اللي مترتب على لما اقول لك مثلا سام ديمونج، ايه اللي يترتب عليه بعد كده؟ فانا اقول لك جوموغات. جوموغات يعني هرشت. وصلت الفكره ديت؟ فانا ما ينفعش اقول لك اصلا من الاول كده سام جات، يعني انا عندي اكلان او عندي حكه او عندي قرصه والكلام ده كله، لا. فانا بقول لك هنا سام ديمونج، طيب ايه المترتب عليه؟ جومو غات. بس وصلت؟ طيب هتيجي تقول لي بعد كده ده انا اسمع من الفرنسيين ان هم بيقول لك هنا سام غات للاكسيون ده، بقول لك سام غات عادي. فرنسيين كتير انا مش عايز اقول لك كمان اكتر من 90% من الفرنسيين بيقول لك سام غات، ما بيقولوش اصلا سام ديمونج. طيب ده فغي ولا فو اصلا؟ لا هو فو، ده كله غلط، خلاص. ولكن هو زي ما انت كان عندك كان مثلا في العاميه المصريه او ايا كانت العاميه بتاعت اي لغه، انت طبيعي ان انت بتلاقي حد بيستخدم حاجات كتير غلط في اللغه او الكلام ده كله، اللي هو الدرجه او اللغه العاميه خلاص هي بقى ده المتعارف عليه، بقى ده اللي بتكلمه. طيب هترجع للغه، هقول لك ده صح ولا غلط، هقول لك لا ده صح او ده غلط. طبعا في حاجات كتيره اهل اللغه بيتكلموها غلط، مفيش مشكله خالص من النقطه ديت، ولكن لو اتكلمنا في الصح كلغه انا هقول لك سام ديمونج. طيب ايه النتيجة؟ جومو غات. بس اتمنى تكون وصلت يعني.